كنا بنتكلم امبارح عن القلب وموضعه يوم القيامة، أسود القلب. برحب بصديقي وحبيبي معز مسعود. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ايه الاخبار يا معز؟ الله يخليك. كله تمام؟ ربنا يدينا طهارة القلب. انا مش عايز ان انا يعني زي ما بيقولوا يعني يسموني ابو قلب قاسي، وخصوصا مع الخالق سبحانه وتعالى. امين يا رب. فنفسي يعني اعمل كده زي ما تقول يعني تدريب لحياتي اليومية، بحيث ان انا اخلي دايما قلبي حي وضميري صاحي. كويس يا معتز. واحنا اتكلمنا اصلا مع بعض امبارح برضو عن الشكر كنموذج للقلب الحي. يعني القلب الحي بيبقى جواه بقى الحال بتاع الشكر ده. فاكر وقلنا مقام الشكر مقام عالي جدا. صحيح. الشكر انه الجنة ما فيهاش توبة، ما فيهاش خوف، ما فيهاش زهد، ما فيهاش صبر. من الحاجات دي كانت وسائل لغايات، والغايات دي تحققت خلاص بدخول الجنة. تحققت واحنا في الدنيا، فدخلنا ان شاء الله يا رب جميعا الجنة. بس فيها شكر، فالشكر موجود في الدنيا وموجود في الآخرة. موجود في الجنة. فهو طبعا يعني الملخص السريع، الواحد لو عايز بجد يدرب نفسه ان احنا نبقى شاكرين بجد. ودي محتاجة تأمل يا معتز، كلمة الشكر. وانا فرحان ان احنا في العشر الاواخر بنتكلم مع بعض عن الشكر. امبارح ودلوقتي النهاردة. لانه لو تفتكر لما تكلمنا عن رمضان، قبل رمضان واحنا بنمهد له في حلقة من حلقاتنا، وفي اول رمضان قرينا مع بعض من سورة البقرة: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكملنا مع بعض الايات لحد ما وصلنا لما ربنا بيقول: ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاكر الآية دي؟ طبعا. ده ربنا بيسهل علينا. ومش عايز يصعب علينا، وكان ممكن يكتفي بانه يقول سبحانه وتعالى: ده بيسهل عليكم. وعايز لكم السهولة دي والعسر واليسر. لكن اكدها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ودي ممكن تقول عليها برضو الهداية التانية اللي بنتكلم عليها دايما دي. اللي بنبطل نحس بقى فيها بأعباء التكاليف. بنعمل التكاليف اللي علينا بس مش حاسين بتعب، بالعكس بنعملها متلذذين سعدة. طريق الصح مش سعادة، والكلام اللي نقعد نقوله بتبدأ بيه الحلقات انت. دايما. يا معتز. اهو العسر واليسر. ربنا عايز اليسر اهو. ده حتى في التكليف يسر، ولا يريد بكم العسر. يعني ربنا معز مش معقدها علينا. لا لا. يعني ربنا مسهلها تماما، ودايما في مساحة من الرجوع، مساحة طبعا من التوبة، مساحة طبعا من الفهم. افهم وادخل وخد وقتك. يعني عايز اقول مفيش سوء النوايا هنا. لا ابدا يا معتز. وبعدين ده انت لو اذنبنا الذنب 70 مرة في اليوم، نرجع نتوب منه 70 مرة. وربنا لا يمل من المغفرة حتى يمل العبد من الاستغفار. يا خبر ابيض. لا طبعا نفضل دايما. يعني احنا بنمر بده. واحيانا بنزهق من نفسينا. مش كده؟ قالك حتى يمل العبد من الاستغفار. ساعات الواحد بيزهق من نفسه، او ربنا لسه ما زهقش منك برضه. وانت تقعد تغلط وتتوب، وتغلط وتستغفر. خلقنا كده مفيش مشاكل. لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم اخرين، او كما قال عليه الصلاه والسلام: يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو ما كنتوش بتذنبوا، الرسول بيقول لنا كده عليه الصلاه والسلام، ربنا هيمشيكوا ويجيب ناس غيركم يذنبوا فيستغفروا فيغفر لهم. انه هو الغفور الرحيم. فده معنى اللي هو اليسر والعسر. بنتكلم عن الشكر بقى. انا عايز اجي لك للشكر. ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. صحينا تاني وادركنا انه الصلاه مش حاجه كبيره. بمعنى ايه مش كبيره؟ هي حاجه كبيره قوي، دي اكبر حاجه، دي اجمل حاجه، لكن قصدي مش كبيره يعني تقيله علينا. واستعينوا بالصبر والصلاه، ده في البقره برضو. وانها لكبيره إلا على الخاشعين. أو الإنسان مننا لما بيخشع ما بيبقاش حاسس إن الصلاة دي حاجة تقيلة. بيدن الأدان بنقوم بنفس: يا الله دي حاجة حلوة قوي، هروح أسجد لربنا بقى وأشكي له همومي. وأرفع إيدي وأدعيه وأسجد وأقول له سبحانك، سبحان ربي الأعلى، وأقرب منه جدا وأنسى بقى الكون بما فيه، وأغيب بقى عن الناس. وأغيب عن الكون. تعرف أنا واحد صاحبي كان يقول لي دايما، يقول لي أنا لما بسجد بعمل زوم أوت،
له يعني ايه زوم اوت؟ تعرف بالكاميرا زوم اوت؟ تبعد. قلت له ازاي؟ قال لي بعمل زوم اوت لحد ما بتخيل الكوكب الكرة الارضية وبشوف نفسي صغنن قوي عليه مش باين، وبين الكرة الارضية صغيرة قوي 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 في الكون، وبين بفتكر ان دي السماء الاولى بس. ما بالك بقى بالسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسبعة، قد ايه الكون ده ضخم. فبحس ان انا صغير قوي، وساعتها بعرف اقول الله اكبر، بحس بحجمي انا. هو عايز يقول فده معنى اهو، ده انسان داء الخشوع. فبقى لما بيدن الاذان بقى عنده حال مع الله سبحانه وتعالى، بقى بيروح للصلاة بنفس. عشان كده ولتكبروا الله على ما هداكم. الصلاة كانت تقيلة بنحس انها كبيرة، لكن الله اكبر ما بقتش هي كبيرة، بقت هي صغيرة. احسننا الظن بالله تعالى واقبلنا عليه حتى واحنا مش قادرين، حتى واحنا ملناش نفس، حتى وهوانا مخالف. احنا قلنا انه الصبر بيقهر الهوى. صحيح. مش على هوايا ان انا اصلي، معلش الله اكبر. تكلمنا في اول الشهر الكريم ده عن الاسلام ومعنى الاسلام الباطن كمان، ان احنا نسلم لله ونسلم له ونعمل اللي هو بيقوله، حاسين مش حاسين، متلذذين مش متلذذين، فاهمين الحكمة او مش فاهمين لسه الى اخره. انا جاي. وسيدنا ابراهيم عليه السلام، سيدنا اسماعيل، واذبح. فاكر المعاني بقى، انا براجع اللي هو اول الشهر. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. وصفهم بايه ربنا؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. الناس دي بتظن هنا من المعاني انها بتوقن، عارفة كويس قوي انها بتقابل ربنا، وانها هتقابل ربنا يوم القيامة. وانا بعيشها احيانا، ان انا رايح اقابل ربنا دلوقتي وقت الصلاة ده، طلبني وقال لي سيب كل حاجة في ايدك، قادر اقول له ولا بقول شوية مش عارف ايه، بقى لسه ما دقتش الحلاوة، وانهم اليه راجعون. بفتكر كلامك لما اتكلمنا عن الصلاة في اوائل رمضان، انه في حالة معينة بيدخل فيها العبد وهو بيصلي في الحالة الخاصة جدا ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى، انه لازم يبقى مركز ولازم يبقى حاسسها في قلبه. يعني مش دعوة اللي جنبه اداله كتف، معرفش في كرسي محطوط، يعني الامور المادية دي بتخرج وبيدخل في حالة كأنه عايز اقول، مش عايز اقول كلام يعني احاسب عليه، كأنه بيحلم. فاهم قصدك. لا هو المعنى بتاع الحلم الحقيقي ايه؟ الانسان لما بيحلم بيحلم، يعني بيحلم امتى؟ لما بيبقى نايم نوم مطمئن. وانا فاهم انت عايز تقول ايه بالمعنى، لكن انا بأشير هنا الى انه لما بندخل الصلاة وعلينا السكينة بنقدر ان احنا نفهم برضو. من المعاني بتاعت كلمة الحليم هو العاقل برضو. ومن الانام من استوت احلامهم، في الشعر مثلا يعني استوت نضجت عقولهم، يعني ده اللي نقصده يعني. بالظبط. اللي انك بتدخل في حاجه مش بقى حركات اوتوماتيكيه بتعملها يلا بسرعه وتسجد وتركع، يعني عايز اقول لازم الواحد يبقى زي ما انت بتقول دايما، بيعجبني التعبير ده، انه يبقى دايق حلاوه الايمان، الايمان في قلبه. فقدر يغيب عن بقيه الكون. فاكر تحلو مراره عيش في رضاك وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. وإن كان إيه البيت اللي بنقوله اللي هو مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي. مهما شوف في الدنيا وأي حاجة بتعرضها علي الدنيا، كل ده فاني، أنت شغل، أنت بتشغلني عما يرى جسدي. فده دخول. لكن خلي بالك من نقطة يا معتز قبل ما تاخد الفاصل ونكمل بعدها في الشكر، أنا كل ده لسه ما جيتش لبقية الآية في البقرة اللي هي ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ونكملها بعد الفاصل. لكن نقطة بقى قبل الفاصل على طول، وهي انه ما نسيبش الصلاة علشان عدم وجود خشوع فيها. ما اقعش للفخ التاني بتاع الشيطان. الشيطان خلانا نعمل ذنوب، ربنا يعافينا، بيحاول معنا دايما كده، فيجي الفخ التاني بقى مش عايزنا ان احنا نمسح الذنوب دي. الصلاة دي لما بندخل ونصليها خشعنا او ما خشعناش، طبعا لازم نجتهد ونحاول، لكن في الاخر احنا عملنا اللي علينا واسقطنا الفريضة ومسحنا الذنوب. الخشوع هيجي ان شاء الله. عشان كده ربنا في سورة المؤمنون قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصفة دي جت بعد ما عملوا حاجات كتيرة قوي هتلاقيها في الايات. اول حاجة عملوها ايه؟ اللي هي اخر حاجة مذكورة، والذين هم على صلواتهم يحافظون. حافظوا على الصلاة، فابتدوا يسيبوا الذنوب زي ما هيبان في الآيات دي سواء كملناها دلوقتي أو غيره. إلى أن وصلوا مرحلة أن هم كمان بقوا بيحافظوا على أنفسهم من اللغو
وده له تفصيل، فوصلوا الى درجة الخشوع. فانا عايز اقول انه مش عشان مفيش حاجة اسمها حابقى اصلي لما بعرف اقف ما بين ايدين ربنا محترم، لما بعرف اقف خاشع، لكن طول ما انا ما عنديش خشوع ما اروحش اصلي اصلا. لا ده في تزيين هنا، في حاجة لا، في خلل. خلي بالك، هنصلي هنسجد هنركع هنعمل اللي علينا، هننفذ اللي الامرنا بيه، تمام، وهيجي بعدها ان شاء الله الخشوع درجة، وتبقى بنعملها بنفس لحد ما نبقى زيه صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. تمام، فهمت انا دلوقتي ليه الطريق الصح بيقولوا انه ما فيهوش سعادة، عشان الناس مش فاهماه، وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله مع معز مسعود. وهنكمل بعد الفاصل، خليكم معانا. بنتكلم لسه عن طهارة القلب، نظافة القلب في الأيام الجميلة اللي احنا بنعيشها اليومين دول، العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك. معز، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع الشكر والخشوع، وإن يعني موضوع الصلاة تحديدا لو انت مش خاشع فيها ده مش مبرر ليك انك انت تتركها. طبعا دي هتبقى خدعة هتوصلنا في الآخر إلى ان احنا ما نصليش خالص. لأنه اللي هيبدأ يجيب الخشوع لينا وإحنا مش خشعين هو السجود نفسه. أنا أنزل أسجد لربنا، حط راسي على الأرض، مش ضايق الخشوع لسه، بس على الأقل ما حرمش نفسي من ظاهر الأمر. إلى أن بقى نبتدي نتكلم، ودي محتاجة بقى حلقات تانية في تفصيل إزاي الإنسان مننا يرجع تاني للخشوع. ربنا يرزقنا جميعا الخشوع في يعني في والحضور طبعا في الصلاة طبعا. بس يعني التلخيص المهم هو ده، إن أنا ما أقعش في الفخ ده بتاع إن أنا لا هبقى اصلي ان شاء الله لما اكون بخشع، لكن غير كده لا، ما مش هصلي بقى. احسن يعني يا اصلي صح يا ما اصليش. لا، هي الصلاه صح ما دام اتعملت ظاهرا، وصح قوي بقى ان شاء الله لما تبتدي تتعمل باطنا. وزي ما قلت لك: وجعلت قرة عيني في الصلاه. صلى الله عليه وسلم كان يقول كده، وفرقوا ما بين كلمه بالصلاه وكلمه في الصلاه. قالوا: لانه لا تقر عينه الا بربه. بيحب ربنا قوي، هو ما بتقرش عينه غير بربنا في الحقيقة، مش حتى بحاجة في ظاهر الأمر اللي هي الصلاة. تعرف يعني، عشان ممكن واحد يبقى بيصلي مثلا ويحب انه يتقال عليه انا من المصلين، طبعا ده رياء وده غلط. فلا، دي لسه حاجة ظاهر الأمر لازم نعملها ونطبقها وربنا فرضها علينا. لكن تخيل لما نوصل لدرجة وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني وانا في الصلاة وانا رايح اقابل ربنا سبحانه وتعالى، وانا رايح اسجد لربنا، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثر الدعاء. دي قرة عيني، دي اكتر حاجة بتفرحني في الدنيا. تمام، عشان كده قال: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث ده معز، كنا بنتكلم عن الشهوات، وان الشهوة لما بتتمكن من القلب بيئسى، يعني بيبقى طبعا قسوة القلب بتيجي. ازاي الواحد يخرج الشهوات دي من قلبه؟ ربنا الاول امين. طبعا ربنا يعني يحفظنا ويعمل كده فينا، يعني يخرج شهواتنا لو تمكنت مننا، لا يخرجها من القلب. فرق ما بيننا نستمتع بالشهوة واشكر ربنا عليها فاخد ثواب، وما بين ان الشهوة تتمكن مني فتخليني مش عارف اقبل على الله سبحانه وتعالى اصلا. يعني ساعات يقول لك مثلا ايه، يعني ما تقوم تصلي لك ركعتين، او مثلا قوم افتح المصحف اقرا شويه، يعني اي حاجه كده، ولا انا بقول كلام مش مظبوط؟ لا، اصل في فرق ما بين ان انا بقى بغفل غفله خفيفه فاقوم اصلي ركعتين واستغفر شويه واعمل فتروح، وما بين اللي سميناه مع بعض الداء العضال، اللي هو تمكن حلاوة الهوى من القلب، الهوى والشهوات زي ما انت بتقول، سواء المحرم بقى من يعني الواحد انه يعني يتلذذ بالشهوة في حاجة محرمة، او حتى الحلال منها والمباح، لكن لدرجة ان انا بقيت بجري ورا الشهوة وبتحركني. وكنا بنشوف كده، يعني نشوف حد يوصل مرحلة مثلا بيحب واحدة قوي، او هو فاكر ان هو بيحبها، لانه احيانا بتبقى الشهوة بس اللي محركاه، هو مش مدرك ان هو ما بيحبهاش بجد قد ما هو بيشتهيها قوي. فيقول لك انا بعبدها، استغفر الله العظيم. هو ده الشهوه تملكت منه جدا لدرجه انه ابتدى يقول لفظ لا يليق الا مع الله تعالى. ده معنى. وانا ليه بقول لك احيانا حته انه ما بيبقاش دايما بيحبها؟ لانه ناس كتير قوي بتجيلي وبتقعد معايا
ويقول لي انا في علاقه بقى لي سنتين ومصاحب او غيره حاجه مش مظبوطه يعني، وكنت فاكر نفسي بحبه وعملت وبحبها وعملت وصرفت فلوس ورحت وجيت ومش عارف ايه، دلوقتي مش طايقها ولا عايز اعرفها، وطلعت طلع ده كل ده ما كانش حب، ده كنت انا فرحان بس بيها وبتباهى بيها قدام صحابي، وطلعت هي كمان اغتابتني وقالت عني، دي كانت هي برضو مصلحه بس ليها مصلحه معينه فيا الى اخره. ما هو احيانا الشهوه بتمثل انها الحب. ده موضوع مهم جدا، علاقته باللي احنا بنقوله بس عايز اقول لك يعني ان الحب داخل جواه من ضمن عناصر تانية الشهوة، اتنين بيحبوا بعض بيشتهوا بعض. لا هو لو اتنين بيحبوا بعض بجد لازم كمان عشان هم متجوزين يعني ان شاء الله يكونوا بيشتهوا بعض برضو، ما هو ده عشان تقر العين ببعض والجسد وكل حاجة. لكن يبقى كل اتنين بيحبوا بعض متجوزين بيشتهوا بعض برضو، لكن مش كل اتنين بيشتهوا بعض بيحبوا بعض. اوكي. الحب ده حاجة ارقى، حاجة معنوية. الحب عطاء. الحب ما يبقاش فيه بخل. الحب فيه تفاني. فدي نقطة مهمة جدا. فأنا كنت عايز أقولك حاجة إشارة إلى سؤالك، أنه بيبقى فبيجي في الآخر خالص يقولك لا ده أنا طلعت ما بحبش. فلما كنت بديك مثل بأنه الشهوة ممكن تتملك الإنسان لدرجة إيه، يحكي لي واحد مثلا أنه يبقى قاعد وكل حوالي 15 ثانية يبص على الموبايل في ميست كول ولا لا، في ميست كول منها ولا لا، اتصلت ولا ما اتصلتش، بعتت رسالة ولا ما بعتتش رسالة. بيقول لي حسيت أن أنا مستعبد فترة معينة في علاقتي مثلا مع البنت دي. وطبعا بنات برضو حكوا نفس الحكاية في علاقتهم مع أولاد، يعني الكلام ده ينطبق على الطرفين. ولما سيبنا بعض حسيت ان انا حر. ايه ده، انت ازاي بتكلمني عن استعباد وعن حرية؟ اهو دي الشهوة لما تتملك من الانسان لدرجة انها تبقى بتحركنا. فانا بس حبيت اقول الكلمة دي قبل ما ارد على سؤالك، انه احنا بنتكلم على اخراج الشهوة من القلب المتملكة، اللي هي انت اديت مثال للي بيبص في الموبايل كل شوية، ده الشهوة متمكنة من قلبه. مسيطرة عليه. ممكن تبقى تملكته بقى خالص. تبقى مشكلة. فهم قالوا ساعتها لا يخرج الشهوة من القلب الا خوف مزعج او شوق مقلق، حاجتين بس اللي ممكن بجد يخرجوا بقى الشهوة المتمكنة دي من القلب. خوف مزعج او شوق مقلق. نبتدي بالخوف المزعج الاول، لحظة خوف من ربنا سبحانه وتعالى. خوف حقيقي. كلمنا احنا عن الخوف ودوره في علاقتنا مع الله تعالى، ان هو بيردعنا، بيردع النفس وبيخليها ترجع تستقيم. هو وسيلة للغاية للاستقامة دي، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، زي ما جه في سورة هود. الخوف ده ممكن لو حصلت حاجة معينة خوفتني بجد من ربنا وانا في وسط الهوى والسكرة بتاعت حب الدنيا والتعلق بالشهوات والتعلق بالدنيا ونسيان بقى الاخرة، وبعمل ذنوب وبظلم ناس بقى وبان عليا بقى كل الافعال الغلط وراحت التقوى، الدايرة دي كلها، تيجي لحظة خوف معينة لو كانت الشهوة متملكة للدرجة العميقة قوي دي، مش هيمشيها غير خوف مزعج، بمعنى ان هو ازعجني تماما، مش قادر استمتع بقى باللذة، مش قادر. ازعجك. فمش قادر تستمتع باللذات اللي بعدانا عن ربنا، مش قادر استمتع بيها. انا انزعجت. انا بقيت خايف لدرجة ان انا مش عارف اتعامل، وده بيحصل لناس احيانا. وانا عايز اقول ان احنا مش عايزين نستنى لو تمكنت مننا الشهوات، ربنا يعافينا ويحفظنا جميعا ويردنا اليه ردا جميلا، مش عايزين نستنى الخوف المزعج انه يجي. ليه؟ ربنا بيقول يا عبادي فاتقون، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، اتقوني ومش هتحتاجوا ان انتوا يحصل لكم الحاجات المرعبه دي وغيرها. بالعكس. عشان كده النقطه الثانيه ونكمل فيها بعد الفاصل. دي اللي انا عايز اركز فيها بقى، او ايه؟ او شوق مقلق. تحب نكملها بعد الفاصل؟ الشوق. ونفرق ما بين الخوف المزعج والشوق المقلق. نكمل بعد الفاصل، هنفصلها ان شاء الله بعد الفاصل. خليكم معانا، الطريق الصح مع معز مسعود. طيب، كنا بنتكلم على طهارة القلب وقساوة القلب والأيام الطاهرة اللي احنا بنعيشها، العشر أيام الأواخر بتوع شهر رمضان المبارك. فكنا بنكلم معز قبل الفصل في الحال اللي ممكن يخرج الشهوة من القلب، فانت قلت لي تعبيرين، وكنا قلنا هنتكلم عن التاني، خوف مزعج وشوق مقلق. شوق مقلق بقى. خوف مزعج ده يعني عايز اقول
شيء سلبي جدا، شيء يعني الانسان هيحس فيه بالضيق الشديد يعني. طبعا، فمش هيبقى عارف حتى يستمتع بالحاجات، هيضطر ان هو يغيب عنها شويه بقى، الحاجات الشهوه الغلط اللي مثلا اللي بعدانه او كده مش عارفين بقى ان احنا نضل او نغفل كويس. فوقنا بسبب الخوف ده ملف، وكنا بنقول مع بعض مش محتاجين نستنى الخوف ده يجي. يعني عايزين ان احنا لو في شهوات تمكنت مننا، الكلام عن الشهوه لما تتمكن من القلب توصل مرحله انها مغطيه عليه تماما، ران بقى، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون زي ما كنا بنقول. لا، ممكن اللي حركنا الشوق، الشوق لمين؟ لله. الاشتياق لله ده معنى روحي سامي جدا بيبقى جوانا كبشر يا معتز. نحن يوحشنا ربنا، يوحشنا بجد فعلا كده. عارف اصل احنا يا معتز ربنا خلقنا بطريقه ما بنعرفش نستمتع كامل الاستمتاع غير واحنا عارفين ان احنا راضيينه. لو احنا حاسين ان احنا مش راضيينه، ولو كان في اللا شعور او في بؤره، خارج بؤره الشعور شويه، بس موجوده في الخلفيه الاحساس بتاع ان انا هنا بعمل حاجه بالفطره، ببقى عارف بكذب كذبه مثلا علشان يبقى شكلي حلو. اتكلمنا عن الكذب مع بعض قبل كده فالمثل يعني انا بقول لك اتكلمنا عنها قبل كده عشان كنا ضربنا المثل ده ان هو مثلا بكذب علشان خايف ما يجيليش رزق، فمش عارف ايه، فامراض قلوب بتتشابك وتتداخل وتترابط. بس بيبقى في الخلفيه بتاعتنا عارفين ان احنا في اللحظه دي بنكذب بالفطره، عارفين ان احنا بنكذب، او لو بتمنظر بالفطره عارف ان انا بتمنظر وعارف انها حاجه مذمومه بالفطره، وعارف انها ما بترضيش ربنا. ففي الخلفيه بتاعتي عارف ان انا مش راضي ربنا في اللحظه دي فبيحصل ايه؟ ما بعرفش استمتع استمتاع كامل، عشان كده لا يذوق حلاوه المتعه اللي خلقها ربنا بجد ويتلذذ بها التلذذ الكامل على اكمل وجه غير المؤمن التائب الى الله. غير المؤمن التائب الى الله بيقرب من الاستمتاع ده الكافر اللي كفر بوجود الله خالص. لانه لما بيكفر بوجود ربنا خالص، ربنا بقى بيسيبه، بيسيب له الدنيا. فرق ما بين ان انا بقى بعبد ربنا او بؤمن بربنا سبحانه وتعالى بس مقصر معاه، لكن في الاخر انا مؤمن بيه. طبعا انا مؤمن بيه يا رب. والحال التاني ده واحد مش مؤمن خالص ومش على باله زي ما مش بيقول. على باله وكفر بربنا. اصل الكفر ده مفيش مصلحة ليك ان انت تكفر، يعني مش فلوس هتجيلك او مش عارف ايه، هو ممكن، لكن انا قصدي اقول ان انت في الاخر يعني اعصي، العصيان ده كوم، بس الكفر ده كوم تاني خالص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفرش يوم القيامة بقى اللي اشرك بيه وكفر بيه لان هو مش موجود لكن ممكن يغفر الذنوب كلها للناس. تمام. هم في الاخر احنا مؤمنين بيه. تمام. فعشان كده فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فدي اشارة الى انه الكافر ممكن يقرب من الاستمتاع اللي هو برضو يبقى مبسوط قوي وبتاع لانه نسي خالص 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 خالص، بس انا برضو عايز اقولك انه بيبقى جوه قوي 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 جواه برضو نداء، لانه عارف ان هو هيموت، عارف ان هو هيفنى، وهو ما حلش المشكله بتاعه انا هعمل ايه بعد ما اموت. هو لو كافر بربنا هو عنده ورطه دلوقتي كبيره ان انا لما هموت هفنى، مفيش اخره. فبرضه صعب قوي يكون بيستمتع الاستمتاع الكامل، هو ممكن يكون ما عندوش تانيب ضمير لانه كفر بالله فمش عمال يقول حرام اللي انا بعمله، هو مش مؤمن بربنا اصلا، حرام ايه وحلال ايه. لكن برضه مش بيستمتع الاستمتاع الكامل على اكمل الوجوه. ليه؟ لانه برضو عارف ان هو عارف لما تبقى بتستمتع بحاجه وعارف انك ممكن تموت في اي لحظه فالنعيم ده هيفضل وانت هتموت. ازاي هتستمتع بفرحه تامه غير لما ربنا يقول لك على المؤمن مش كده؟ مش هينفع. غير لما ربنا يقول لك على المؤمن في الايه اللي قلناها مع بعض من الاعراف، سوره الاعراف كانت الحلقه عن الاسراف قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي حرم الكلام ده؟ لا استمتعوا طبعا بس من غير اسراف ولا تسرفوا. وبعدين قال ايه؟ قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا يستمتعوا بيها زي ما هم عايزين طول ما هم بيشكروني وما بيصرفوش خالصه يوم القيامه، وهياخدوها يوم القيامه وهتبقى للمؤمنين بس النعم. فالكافر يوم القيامه ملوش نعم. يعني الكافر في الدنيا بيشارك المؤمن بانه له نعم، بس يوم القيامه ملوش نعم خالص.
النعم بتاعت المؤمنين في الدنيا والكفار احيانا ممكن، لكن بتاعت المؤمنين بس في الاخره. فشوف الفرق ما بين المؤمن والكافر في الاستمتاع بالنعمه يا معتز. احنا مؤمنين هم بيقوم كفروا بالله، ربنا يعافينا ويهدي الجميع للايمان، فمش قادر يستمتع خالص الاستمتاع على اكمل وجه مهما كان. طيب يبقى في دلوقتي ثلاث ملفات عشان نكمل مع بعض في النقطه دي. انا بس مبسوط من حاجه، معلش هقطعك. يعني انا مبسوط لما انت حتى بتتكلم يا معز عن الكافر، ما بلاقيش انك انت تعبيرات وشك راحت في حتت غريبه، بتدعو له بالهدايه لانه مسكين. يعني بتقول له ربنا يهدينا جميعا، ما بحسش انك انت اعلنت الحرب عليه. لا هو مسكين خاصه لو هو مش بيحاربني، يعني احنا ممكن نقاتل اللي بيقاتلونا، لكن في كفار ما بيحاربكش، كافر سلمي اسمه ده اولا. ثانيا ده حتى وانت بتحاربه بتكره الكفر وما بتكرهش الكافر، سبحان الله، مش يمكن يتوب ويرجع؟ سبحان الله، لعلهم يذكرون، لعلهم يرجعون. اكره الغلط ما تكرهش الغلطان، اكره المعصيه ما تكرهش العاصي، بنكره الكفر ما نكرهش الكافر. الخواتيم غير معلومه. انا حبيت بس يعني يعني اسجل النقطه دي، لانه بنرجع كتير جدا وانا مش عايز اتفرع، انما احنا المفروض انه الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو ارسل رحمه للعالمين. بالظبط، فالعالمين دول فيهم الكافر وفيهم النون بليفر طبعا، فيهم كل حاجه طبعا طبعا، وفي تعامل مع كل واحد من دول، لكن كله لا يخرج الانسان عن الادب والسكينه. صحيح، ومقتضى التعامل ده. عشان كده في الثلاث ملفات دول ونكمل، اللي هو الكافر ومش بيستمتع خالص، او ممكن يكون بيستمتع بس مش بيستمتع خالص بمعنى على يعني خالصا كويس، فعنده برضو الشائبه بتاعت انه النعمه دي ممكن تفوتني او انا فوتها في الاخر، فحتى هو بيتلذذ في برضو احساس بايه؟ ان انا ممكن اموت، ممكن تفنى الحكايه دي. المؤمن مننا واحنا عصاه واحنا مقصرين عندنا بقى تانيب الضمير، وعندنا حته عماله تقول لنا ارجع ارجع لربنا، ما ينفعش ما ينفعش، وبتبقى موجوده، فما بتتمش برضو الفرحه. الوحيد اللي بيتم عنده الفرحه واللذه بالنعم في الدنيا المؤمن التايب. المؤمن وهو تايب. الكافر مش عنده دي، والمؤمن هو عاصي مش عنده دي برضو. ده خايف يموت فعنده قلق، والتاني مش راضي ربنا فمش عارف يستمتع على اكمل وجه. لكن المؤمن هو تايب راضي ربنا قبل ما يرضي نفسه، قادر ان هو يستمتع، وعارف انه لما هيموت هتبقى النعمة دي بتاعته خالصة يوم القيامة، وزي ما قلنا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. فاكر سورة الانبياء؟ قلت لك الاية دي لما سمعتها حسيت كده، ايه ده، يعني انا ممكن اعيش مخلد فيما تشتهيه نفسي. ده بالنسبة للاستمتاع. بالنسبة للشوق المخلق يا معتز، فإحنا أصلا جوانا حتة ما بتعرفش ترضى ولا تستمتع غير وربنا سبحانه وتعالى راضي عننا الأول. تمام، هنحاول وبنهرب وبنعمل لكن ما بتتمش الفرحة. ما بتتمش. وأنا حسيت المعنى ده من كام يوم وأنا ماشي في الشارع كده وفي حال معين، وحاسس إن أنا كان ممكن أبقى بعمل أكتر في حاجة معينة أو غيرها، وبعدين لمح في ذهني المعنى ده، قلت يا يعني أنت بتحبنا يا رب لدرجة إن أنت خالقنا كمؤمنين بقى كمان امنا بيك، فبتعاملنا بقى معامله الله تعالى مع المؤمن، ان احنا ما نعرفش نستمتع بجد غير واحنا راضينك. مش عايز اي حاجه لحد ما انت ترضى. عشان كده سيدنا موسى عليه السلام في سوره طه لما ربنا بيقول له وما اعجلك عن قومك يا موسى، راح عنده ميعاد مع ربنا سبحانه وتعالى، وراح تقدر تقول قبله بعده ايام، فايه اللي خلاك تيجي بدري؟ قال هم أولئي على اثري. طب ميعاد مع ربنا تعرف هو كليم الله، فمعاد مع ربنا ما حدش يتصورها بطريقه، يعني هو ربنا امر يروح مكان معين وربنا هيناجيه ويكلمه. وهو كلم ربنا سبحانه وتعالى، هو اسمه كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، فعنده الميعاد ده كنبي من انبياء الله، هيكلف بحاجه معينه في مكان معين في ميعاد معين. فراح بدري. فربنا قال له وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. وعجلت إليك، جيت لك بسرعة يا رب، وحبيت أجي بدري وأعمل لترضى، عشان عايزك أنت ترضى. أنا بحاول إن أنا الآية دي أعيشها مع الصلاة. ربنا يعيني ويعين الجميع، يعني إنه لما الأذان يدا أبقى خلاص بسيب كل حاجة في إيدي، علشان وأقول له وعجلت إليك ربي لترضى، لأن أنا لازم أرضيك علشان أعرف أنا أستمتع بالدنيا. ده أنا حتى لو أنا غرضي إن أنا أبقى مستمتع في الدنيا وإن أنا أبقى متلذذ، مش هعرف تتم عندي الفرحة من غير ما أبقى أنا عجلت إليك أنت الأول. وعشان كده ربنا في آخر سورة طه بيقول إيه؟ ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
ومن المعاني طبعا بتاعتها انه ربنا يرضى عننا، لكن المعنى التاني لعلك ترضى انت. سبح ربنا وصلي واسجد واعمل الحاجات اللي عليك دي لعلك تجد الرضا والانسجام. لان انا خلقك ما بتعرفش ترضى عن نفسك من غير ما ترضيني. ما بتعرفش، مش بنعرف نرضى على انفسنا. عشان كده ربنا في سورة الزمر بيقول ان تكفروا فان الله غني عنكم. وتكلمنا ان الكفر له معنيين، عدم الايمان، وله معنى تاني عدم الشكر. ان انا مشكرش. فلو ما شكرتوش يعني فان الله غني عنكم، مش محتاج يعني منكم الشكر ده. بس بص بعدها بقى ازاي بيحبنا وعايزنا نشكر وعايزنا نوصل لحالة الشكر. ولا يرضى لعباده الكفر. بس ما بيرضلكوش الحالة دي، عايزكم في حالة الشكر. وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى. عايزنا نشكر، عشان كده اللي بدأنا بيه الحلقة نختم بيه بمناسبة الشوق والشكر. ان احنا اللي ممكن يخرج الشهوة من القلب الخوف المزعج او الشوق المقلق، ان احنا نفتكر ربنا ونشتاق اليه قوي قوي، ونشتاق الى حالة السكينة دي معاه، وانه يبقى راضي عننا. مش عارف بقى استمتع خلاص عنها بقى. مش عارف بقى استمتع، مش عارف. جربت اغفل وانسى وابقى بعد شويه يا رب وكل حاجه مش جايه، مش قادر، مش ظابطه، وحشتني، خلاص عايز اجيلك اهو. دي برضو لو الشوق زاد قوي جوانا كمؤمنين لدرجه ان هو يقلقنا ويخلينا مش قادرين نستمتع، برضو هيخرج الشهوه من القلب، لانه هتتصاغر قوي الشهوه اللي كانت متمكنه من القلب ويطهر القلب. ليه بقى؟ لانه هتكبر جوه قلوبنا الشهوه التانيه بقى اللي مخلوقه جوانا. اللي سماها الامام الغزالي شهوه برضو مجازا، اللي هي شهوه معرفه الله. تكلمنا عنها زمان بره رمضان. مظبوط. الشهوه بتاعت ان انا عايز اعرفك يا رب واقرب منك. عشان كده هقول لك نقطتين ممكن نختم بيهم بمناسبه الشكر هنا ودعاء نقوله. عشان كده بقى ولتكبروا الله على ما هداكم، نرجع للايات بتاعت البقره، ولعلكم تشكرون. انا عايزكم تشكروا، ولو عملتم اللي عليكم بجد وافتكرتوني وحشتوني ويعني اشتقتم الي وبقيتم عايزيني قوي، هتصغر الشهوات اللي جوه قوي في قلوبنا، وهتكبر شهوة معرفتي دي، وهتقدروا توصلوا الى حالة الشكر اللي انتوا نفسيكم، انا بقول لي احنا كعباد يعني، اللي احنا نفسينا ما بنرضاش عن نفسنا طول ما احنا مش فيها. طول ما انا مش شاكر ما ببقاش راضي عن نفسي، ومش عارف اتلذذ ولا استمتع. الدعاء اللهم اخرج من قلوبنا، هو الدعاء بيتقال مفرد وممكن يعني بصيغة الجمع. اللهم اخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سريعا كده يعني، يا رب خرج من قلوبنا الحاجات بقى المختلفة دي، ونعمل حساب للناس والقدر للدنيا والتعلق بها إلى آخره. بص، جعل الغايات إيه؟ اللي بسببه يخليني اعصي، او بسببه يخليني مش عايز انشغل عن الطاعه، او يقف ما بيني وما بين حاجتين، ان انا اعرفك واللي بيجي بعد المعرفه الحب، وان انا احبك محبتك الخالصه. فربنا يرزقنا محبته الخالصه والشوق اليه، ويخرج من قلوبنا في الايام المفترجه دي الشهوات لو كانت تمكنت. ونكمل، انا عارف ان الوقت كده عدى يعني. ربنا يخليك يا معز، الناس زمانها بتفطر اصلا. ربنا يطهر قلوبنا جميعا ان شاء الله. والف شكر ليك يا معز، وربنا يكتر من امثالك. ربنا يكرمك الحسن. الف شكر. وشكرا لمتابعتكم الطريق الصح مع معز مسعود. نتقابل بكره ان شاء الله، الى اللقاء.